سنفهم الصخرة إن الصخرة للبشر أن الشعوب إذا هبت ستنتصر ولو قضيتم على الثوار كلهم لتمرد الشيخ والعكاز والحجر. حقيقة لا تطورات جديدة. هناك طلبنا من مسكير أمدينا أنه يجيب المستندات أو الاتفاق اللي وصلوا إليه مع البلدية على أساس أنه كان في حلول شبه جيدة، يعني ممكن نقول هي لا تفي بالمتطلبات، ولكن هي خطوة أولى نحو الحلول الكلية، مع أنها تعطي حل جزئي للكثير من العائلات. نحن نتطلع بأن هذه الحلول تكون بالمستقبل حلول جاي أفضل. نحن مستمرين في النضال، نحن مستمرين في هذه الوقفة الاحتجاجية حتى ننال جميع حقوقنا، بأن تبقى العائلات اليافية في بيوتها، وهذا حقها الشرعي منذ قيام الدولة إلى اليوم. قالوا لك مخك، قالوا لك بيبي، ما إنك بيبي. الجديدة بالموضوع إنه العريان نفسها بلشت تعترف فينا، وملف تبع السكن وقضية السكن تبعت العميدار بالأخص محطوط عندهم على الطاولة. روش العريان تبعنا، اسم العريان تبع تل أبيب، بلش حاسس حاله يعني في خطر معين، إنه إذا هو بيضلش يساعدنا بموضوع البيوت اللي هو نفسه علاها، إجا عمل تيالت عمل أشياء عالية بيافا، خلى يافا زي أمستردام وبلدان من أغنى بلدان العالم يافا وتل أبيب، هو مجبور ينزلنا أسعار البيوت اللي احنا كنا عليها. ما جاش سألنا وما خدش رأينا بشي. هو هلا بلش يعترف فينا، هو عم بيصل ورانا، هو عم بيلحق ورانا. أعطانا أنا ختمة مليون شيكل لهلا، احنا هذا مش عاجبنا مليون شيكل، ما بعملناش شي. أنا بيتي 7 مليون، ايش تعملي مليون؟ احنا بدنا حقنا الطبيعي 90% ينقصونا من حق البيوت اللي هم رفعوا حقها، البيرفع عايش مجبور ينزله.